بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم طلاب هاي المحاضرة، المحاضرة الثانية وياي، وهي المحاضرة رقم 4 بالبرنامج مالتكم. لحظات ونفتح الوايت بورد. اوكي، خليني نمسح نسوي كلين اوت. الوايت بورد السابقة كانت افضل بالويندو 10، هذا شو من حدثنا الويندو كل شي تغير، فراد وقت. يلا دقيقة، اوكي. زميلتكم تسألني عن الطريقة سي. احنا بالحقيقة شنو هو الموضوع اللي احنا كان عندنا، اللي احنا نسميه كومبلكس انتجرال او لاين انتجرال؟ هو نفس الشيء طبعا، كومبلكس انتجرال، كومبلكس complex integral هو نفسه line integral. هو شنو ال مالت ال يعني شنو الهدف منه؟ بس لحظة واحدة حتى أسوي غامق للقلم. أني عندي function f z على دي زد، اسوي له انتجرال من زد 1 الى زد 2. اما استخدم الطريقه المباشره الدايركت، طبعا الدايركت بسيطه جدا بس هي مو دائما ممكنه، او استخدم طريقه اخرى عن طريق لاين. طيب باللاين انتجرال احنا بالفرع بي كان عندنا اكس بدلاله تي مثلا هالشكل، واي ايكوال تي سكوير. فمنا أنا أقدر أطلع dx بدلالة dt، dx يساوي dt هنا، وهنا dy يساوي 2t dt. واضح؟ وعوض رح هذا الفنكشن حقيقة هي من z complex أحولها إلى x و y، وبعدين أحولها إلى t. فمن يصير عندي بدلالة t real أقدر أسوي integral ببساطة. هذا بالنسبة لبي. بالنسبة لسي اللي تسأل عليه زميلتكم، أنا إيش منطيكم؟ قايل لكم أريد الانتجرال. طبعا ملاحظة مهمة وقانون مهم خلنا نقول عليه باللاين انتجرال، إنه بالانتجرال مو مهم الطريقة اللي أنا أسلكها، المهم إنه بدايته تكون زد 1 ونهايته تكون زد 2. يعني شلون واحد رايح، خلنا نقول رايح من النجف إلى بغداد، هو مو المهم الطريقة اللي راح يسلكها، وإنما المهم إنه يطلع من النجف إلى بغداد. فالمهم هذا خليني شنو، أي نوع من الانتجرال على أن يمر بزد 1 وزد 2 يكفي لي. فمثلا السؤال سي اللي تزعل عليه زميلتكم، أقول أنا الانتجرال إذا أسوي على الخط المستقيم between Z1 and Z2. طيب Z1 أنا أقدر أكتبها X1 Y1 أعرفها اللي هي كانت 1 بواحد، وZ2 كانت 2 بأربعة، يعني هذا X2 Y2. طيب بالبداية سويت أني طلعت معادلة هذا الخط المستقيم، لأن أنا بالانتجرال راح أمشي عليه حتى أستفاد من هاي المعادلة، من أكتبه y يساوي فد شي x زائد فد شي، حتى أعوض بواي بدل y هاي القيمة
واحول الانتجرال مالتي من انتجرال باكس واي الى انتجرال فقط في اكس. طيب شلون اسوي هذا؟ لازم اطلع معادلة المستقيم. اذا عندي نقطتين شلون اسوي المستقيم؟ اكو عدة طرق، هاي الطرق مال الميل انا مسويها مال الاسلوب، بس ممكن هي من العفو الطالبة اللي سألت السؤال، شو اسمك بابا؟ ضحى. ضحى. ولكن اكو طريقة ثانية، خلنا نعطيكم اياها هسه. مثلا تدرين انت انه الخط المستقيم هو هذا القانون مالته، هذا القانون مالته y يساوي ax زائد b. طبعا a وb ما معروفة، لازم احنا نعرفها. شلون نعرفها؟ من النقاط الاثنين. طيب عوضي بالنقطة الاولى وبالنقطة الثانية. من تعوضين بالنقطة الاولى والنقطة الثانية راح يصير عندك معادلتين ومجهولين وتقدرين تلقيها. فلحظة، مثلا بالمعادلة الاولى عندي واحد يساوي a مضروب في واحد، هاي النقطة الاولى، a زائد b. المعادلة الثانية 4 يساوي 2a زائد b. طيب هاي معادلتين، إذا أطرح الأولى من الثانية، إذا أطرح الأولى من الثانية، هاي الأولى وهاي الثانية، إذا أطرحهم مر أو الثانية من الأولى العفو، مروح يساوي 3 يساوي a، إذا a طلعتها، أعوض اي هنا راح b شو يساوي؟ b تساوي 1 ناقصا 3 يعني ناقصا 2. فالخط المستقيم راح يكون 3x ناقصا 2، وهذا نفس اللي لقيته اني بالطريقه الثانيه مال الاسلوب. واضح بابا؟ واضح دكتور، واضح. اعوض عادين dx بدلاله dy تساوي لي dy تساوي 3dx، اعوضها راح يصير الانتجرال فقط بدلاله x ونكمل الانتجريشن. هذا انتهينا منه. شوفوا انتم دائما حاولوا تنضمون، يعني اكو طلاب قبل الوقت وهذا ممتاز، لانه الطالب من يتاخر ياثر علينا. لاحظوا هذا احد الطلبه يحاول ينضم. طيب انا شلون يعني لازم كل ساعه ارجع هنا؟ طيب خلينا نوقف الفيديو حتى يكون الباندويث مضبوط. اليوم مثل ما قلنا هي تكملة المحاضرة السابقة بالكومبلكس نمبر. إن شاء الله اليوم راح نخلص الكومبلكس نمبر. طبعا راح تلاحظون طلاب أنه الكومبلكس نمبر تقريبا هو من اسمه كومبلكس، يعني أصعب جزء راح تشوفوه. أنا برأيي بالبروغرام مالتكم هو تقريبا أصعب جزء، ولذلك نحطه بالبداية. ليش بالبداية؟ لأنه بعد الطالب فريش ومتهيئ للدراسة، فالكومبلكس فاريابل فيكون أفضل. طيب اليوم راح نشوف الكوتشي انتجرال فورمولا. هذا القانون أني راح أعطيكم إياه، ولكن أيضا راح أشرح لكم إياه. شو يقول؟ يقول أقرأ بالإنجليزي وأشرح بالعربي ونطبق عليه مسائل. Let fz be analytic within a closed curve C, then for any point C, z0 enclosed by C as shown below. عندنا هذا القانون. شنو معناته؟ معناته أنا عندي path مغلق، مسار مغلق، هذا C مغلق، داخله عندي fz analytic، analytic داخله. طيب أي نقطة داخل هذا الباث اسمها زد زيرو، إذا أكتب الانتجرال هذا يساوي لي 2 باي اي اف زد. طيب هنا راح أحد يقول دكتور أنت بالمحاضرة السابقة قلت لنا إذا أناليتيك وعندي مغلق الناتج شي يساوي، من يتذكر إذا أناليتيك وعندي مغلق الناتج شي يساوي الانتجرال؟ صفر. صفر مضبوط، ولكن ولا ممتاز صفر، ولكن أنا هنا ما جاي طلع على انتجرال مال اف زد، جاي طلع على انتجرال مال اف زد على زد ناقصا زد زيرو، وهاي المعادلة كلها جديدة، هاي مو أناليتيك، لأنه جاي أقسم على شيء راح يصفر بهاي النقطة. تمام لو مو تمام راح يعطيني انفيني. يعني هي اف زد أناليتيك،
FZ سوري FZ analytic. ولذلك إذا أسوي هالشكل FZ DZ قبل أسوي صفر بدون نقاش حسب اللاين انتجرال. ولكن أنا إيش جاي باوع؟ جاي باوع FZ على Z تقسيم Z زيرو، يعني مو FZ فقط وإنما مقسمها على Z نا. وهاي كلها هذه هاي أقدر أسميها غير اسم هاي المعادلة، أقدر أسميها مثلا أقدر أسميها خلنا نقول M capital letter Z، يعني غير function. وهاي مو analytic non analytic. تمام لو مو تمام وياي؟ ليش؟ لأنه MZ هي FZ تقسيم هذا الجزء. طيب إذا هاي مو analytic معناتها ما راح تكون تساوي صفر. طبعا ما تساوي صفر، شو تساوي؟ تساوي لي 2 باي اي اوكي اف زد 0. هذا اف زيرو اف زد اقدر احسب اف زد 0 و2 باي اي اضربها بها وينتهي الموضوع. اكو احد منكم عنده سؤال على هذا القانون؟ لو ناخذ هذا هو اوكي. طبعا زد 0 تكون لازم داخل ال 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 الكير. اذا خارج الكير ايش راح تكون النتيجه؟ صفر. هذا في حاله عندي زد ناقصا زد 0 بالمقام او بالدينومينيتر. طبعا هنا زد ناقصا زد 0، زد 0 هي سنجولار بوينت بول. طبعا بول لانه اذا زد يساوي زد 0 راح المقام يساوي لي صفر. طيب هذا إذا عندي simple pole، يعني شنو simple pole؟ يعني زد ناقصا زد زيرو. طيب إذا عندي double، يعني بدل زد ناقصا زد زيرو عندي زد ناقصا زد زيرو سكوير مثل هذا تشوفوه هنا. بهالحالة القانون شو يساوي لي؟ 2 pi i بدل f z f dash z، يعني أسوي له derivative. باعوا هذا derivative؟ طبعا زد double pole. هذا حقيقة السمبل والدبل هو راح أشوفه. هذا القانون العام استفادوا منه إذا order 3 4، ولكن إحنا أغلب أسئلتنا راح تكون simple pole ودبل pole. أكو أحد منكم عنده سؤال طلاب؟ أشوف واحد. نعم عبير عندك سؤال؟ لو بس كتبتي اسمك على مود الحضور. لازم استاذ بلا اكو فورما لو لا مال الحضور؟ اعتقد اكو فورم، ما منزلين الفورم نسينا. يعني عموما اذا ما منزلي الفورم رجاء سووا مثل عبير، كلكم اكتبوا اسماءكم الثلاثيه على الشات اوكي حتى اخذ لها الصوره وبعدين اسجل الغياب، وهاي راح نسويها بكل بدايه محاضره اوكي. طيب يلا اكتبوها وبعدين ارجع عليها. طيب اذا خلي نلخص شلون نحل الميثود اوف سولوشن بالنسبه للكوتشي انتجرال فورمولا. اول شيء وي هاف ان انتجرال، خلينا نسجله we have an integral with pole z0، يعني we have integral with pole z0 inside z0 and c closed path، مغلق اهم شيء closed path، يعني يبدا بالنقطه وينتهي بها. فعندي حالتين تبوا علي. الحالة الأولى إذا كان Z0 outside، خارج outside C، هنا مباشرة الانتجرال مالتي راح يكون يساوي صفر. ليش؟ لأنه C outside outside C راح تكون تساوي صفر. إذا كانت inside
فبهالحالة لازم أني ألقى I have to find، لازم ألقى if Z اللي هي analytic وبعدين أطبق القانون اللي هو هذا. هي إيش راح تكون F Z؟ راح تكون نفس الانتجرال اللي بداخل الانتجرال، ما عدا أشيل منها Z ناقصا Z zero الموجود بالمقام، وهذا راح أقول يساوي 2 pi I F Z zero الناتج، هنا تساوي لي صفر، هنا تساوي لي هذا القيمة. واضح بابا؟ خلنا نأخذ أمثلة. أحد منكم عنده سؤال على هذا الشرح؟ لو نروح على أمثلة. أستاذ بلاز أحمد تسجل المحاضرة؟ جاي سجل. أسفع المقاطعة. تمام شكرا. جاي سجل المحاضرة. أحد طلاب منكم عنده سؤال؟ أكو طالب انضم، رجاء سجل اسمك، سجل اسمك. كل ساعة سجلوا أسماءكم بدون ما أقول لكم، كل ساعة هنا الوقت يظهر عندي، فحتى سجلوا أسماءكم، مو كلكم سجلين أسماءكم. ظاهر بعض الطلبة يدخلون ويفتحون الموبايل ويروحون، وهذا غلط. سجلوا أسماءكم بابا، سجلوا أسماءكم حتى بالغياب، لأن الغياب مهم. أوكي خلنا نروح على أمثلة. هسه احنا شرحنا السؤال، نروح على المثال. عندنا هذا أول سؤال. Exponential Z Z minus 2 DZ where Z is، فيه عندي حالتين، أما Z absolute value تساوي واحد أو Z absolute value، مو absolute هاي الموديول تساوي ثلاثة، Z يساوي رقم هاي دائرة، هاي معادلة الدائرة أخذناها بالمحاضرة السابقة. أوكي؟ طيب خلي نحلل هذا السؤال. شوفوا الطلاب من تنضمون متأخرين حيل تأثرون على المحاضرة مالتنا، لأنه أفطر آني كل ساعة كل أرجع أسوي انضمام للطالب، هذا غلط طبعا. عموما خلنا نرجع لهذا السؤال. زد ناقصا 2 اوكي. اكسبونونشال عندي انتجرال، انتجرال اكسبونونشال زد اوفر زد ماينس 2 دي زد، وعندي حالتين، اول مره هذا طبعا مغلق سي، عندي اول مره سي زد يساوي 1 و زد يساوي 2، سؤالين يعني سؤالين في سؤال واحد. اوكي طيب لاحظوا شلون راح نحلها. اول شيء في حاله عندي زد يساوي 1 اللي هو الباث اوف انتجريشن، طبعا زد موديول انتم تذكرون الزد موديول شو يساوي، انطاكم اياه بالمحاضره الاولى دكتور نسيم، يساوي لي اكس سكوير بلس واي سكوير under square root equal 1، معناته x square زائد y square يساوي 1، هاي معادلة دائرة circle، تمام؟ مركزها 0 0 ونصف القطر مالها radius هو 1، فإذا هي هاي المعادلة، هذا الشكل، الشكل تبدي من 1 ناقص 1 1 ناقص 1 وهنا 0، هذا z يساوي 1. اوكي نجي على الفرع الاول اللي هو هذا. عندي هنا زد ناقصا 2، يعني زد 0 شو تساوي لي؟ 2. 2 خارج الدائره اوتسايد لو انسايد؟ اوتسايد. اذا مباشره ايش اقدر اقول؟ اقول زد 0 equal to اوتسايد اوتسايد سي، ولذلك الانتجرال اكسبونونشال زد اوفر زد ماينس 2 دي زد يساوي لي صفر. ليش؟ لانه اوتسايد. بما انه هي اوتسايد معناته هاي المعادله اناليتيك داخل هنا، واذا اناليتيك ماكو ولا نقطه صفر المقام، اذا اناليتيك حسب اللاين انتجرال اللي اخذناه بالمحاضره السابقه
اي فانكشن اناليتيك من اسوي له انتجرال على مسار او باث مغلق الناتج يساوي لي صفر. تمام لو مو تمام؟ احد منكم عنده اعتراض على هذا الكلام طلاب؟ واضح طلبه؟ واضح واضح استاذ. بس الزيت نوت يعني ثابته انت اعطيتنا قيمته لو شنو؟ لا هي موجوده هنا هاي زد نوت. زد ناقص 2 زد ماينس 2 2 هي زد نوت. اوكي ثابته بالسؤال في هذا السؤال ثابته هاي باوعه هنا باوع بالمثال زد في المقام او الدينومينيتر زد ماينس زد زيرو. زد زيرو رقم وزد متغير فهذا هو زد زيرو. اوكي واضح واضح ممتاز. خلنا نروح على السؤال الفرع الثاني. الفرع الثاني عندي بي نعم يعني زد زيرو هو الرقم اللي يصفر المقام اللي يصفر لي المقام. اوكي خلينا نيجي على الفرع الثاني اللي هو اذا عندي الباث زد ايكوال 2 بهالحاله الباث مالتي راح يكون ايضا دائره ولكن نصف قطرها شقد 2 نصف قطرها يعني هنا 2 وهنا ناقص 2. طيب اذا زد ايكوال 2 أو سوري 3 Z equal 3 so Z equal 3 إذن هاي 3 هنا تبدي من 3 إلى ناقصا 3. أوكي إذن Z 0 equal 2 داخل لو خارج الدائرة؟ داخل داخل هذا مكانه هذا مكانه داخل. So Z 0 equal 2 it is inside the circle or the path. ولذلك اكتب المعادله مالتي هنا ما راح يساوي لي صفر exponential z over z minus z0 اللي هي 2 اوكي ما يحتاج اسويها 2 dz. اوكي ايش راح اختار هنا fz؟ fz قلنا دائما هي هاي المعادله باستثناء المقام اللي يصفر يعني ايش راح يكون اف زد ايش راح تساوي لي اكسبوننشال زد واضح. طيب اف داش زد ايش تساوي اكسبوننشال زد نفسه اكسبوننشال زد نفسه اذا اني هنا اقدر اقول يساوي 2 باي اي اف زد 0 ما احتاج لهذا لانه هو سمبل اف زد 0. دكتور سؤال. نعم هنا زد ناقص 2 اس واحد ليش تقت؟ نعم زد ناقص 2 الاس مالتها مو اس ان يعني هي اس واحد ليش تقت؟ ماكو ان وين الان؟ زد ناقص 2 ما بيها اس يعني انت قلت اف اوف الز اف ايه نعم نعم ولذلك اقول ولذلك مسحت لهذا حكيك صحيح اس واحد ولذلك مسحت عافية عليك. شو اسمك انت؟ طاحة. اي ما شاء الله لا راسا مسحته ما شفت خربطته قلت اني ما عندي هنا اس اثنين فهنا اف اثنين شو تساوي لي اكسبونونشال اثنين اذا نعم. الناتج مال اي مباشر 2 باي اي اكسبوننشال 2 واضح؟ واضح دكتور واضح. اوكي هذا الحل هنا موجود عندكم هذا الحل لاحظوا هنا يساوي لي صفر لان اوتسايد الباث اوف انتجريشن وهنا يساوي لي 2 باي اي. سؤال اخر شويه اصعب عندي هذا الفانكشن داخل الانتجرال واسال شنو الناتج ماله اذا سي إذا الباث اوف انتجريشن z minus 1 equal 1 أو z plus 1 equal 1. طيب خلي أشوف أكتب هذا السؤال مهم طلاب فأرجوكم تنتبهون وياي إذا لأن هو هذا أعتقد أصعب ما يمكن يجيكم بالاختبار
طبعا هو مو فقط الهدف الاختبار، لانه راح يشوفون هسه راح تجينا ماده كلش مهمه هذه تعتمد على هذا الكلام. اوكي، اذا السؤال احسب لي i z سكوير بلس 1 اوفر z سكوير ماينس 1، اعتقد هالشكل مضبوط. دي زد بحالتين، اي اذا كان عندي زد ماينس 1 ايكوال، هذا الباث اوف انتجريشن مهم، اهم يجوز من السؤال. اوكي، يعني هو اهم من صعوبته، هو الصعوبه هنا. هذا من يجيكم الشكل 2 باث معناته هذا الفرع اي وهذا الفرع بي. خلينا نبلش بالفرع اي. اول ما تبدون بالباث اوف انتجريشن، عندي زد ماينس 1 ايكوال 1. طبعا هذا دائما من عندكم موديول ايكوال فد رقم، الداخل هو عباره عن دائره نصف قطرها واحد، وعندنا هنا زد اكو بي يعني مثل ما نقول باللغه العربيه الفصحى انحياز، يعني بدل ما يكون المركز the center is z equal 0، هنا the center it will be z equal 1، so it will be this circle z equal 1، هذا 1 ودائره هالشكل من 2 الى 0 الى هنا 1 والى هنا 1، هذا هو الباث اوف انتجريشن. طيب نيجي نحلل اي هسه، لان اي شويه مو بسيط، يعني بي سكوير هنا ايش عندي؟ زد سكوير ماينس 1 تصير زد ماينس 1 زد بلس 1، فرق مربعين، تمام لو مو تمام؟ طيب لاحظوا طلابي هنا بهاي الحاله ياهو من ذن البول انسايد موجود، ياهو من ذن التو بولز موجود انسايد ذا سيركل، من يجاوبني؟ عافية. زد ماينس 1، احكوا انجليزي افضل او انجليزيتكم، زد ماينس 1 اللي هو هنا، يعني زد ماينس 1 ايكوال 0 معناته زد 0 ايكوال 1 داخل السيركل، لأنه هذا الثاني راح يعطيني z equal minus 1، فراح يكون خارج الباث. إذن أني I am interested in this one، فقط أني أهتم بهذا الفرع أي. أوكي طيب، إذن إشرح أفرض الفنكشن مالتي fz، من يقدر يعطيني fz مالتي اللي راح أفرضها بهذا الفرع؟ شني fz إشراح تكون؟ يلا من يجاوب؟ استاذ زد تربيع زائد واحد على زد زائد واحد. عافية، ممتاز، أخذنا كل المتبقي حطينا اف زد. طيب إذن اف زد زيرو راح تساوي لي اف شكد واحد، هنا شي يساوي نعوضها اثنين على اثنين يساوي لي واحد، فإذن الناتج اي ايش راح يساوي لي مباشر؟ اي 2 باي اي اف زد 0 راح يساوي لي 2 باي اي، انتهى الحل مال الانتجرال. احد منكم عنده سؤال؟ واضح طلاب؟ بس دارة شلون حددت على الرسم؟ شلون حددت على الرسم للقيمه مال زد ايكوال 1؟ باي هنا إذا زد ماينس 1 إيكوال 0 معناته زد إيكوال 1، طيب زد إيكوال 1 مو هاي القيمة؟ هذا 1 هذا 1، واضح؟ تمام أستاذ، بس ليش أخذتني يعني وصلت للثنين؟ ليش أخذت شنو؟ الرسم؟ أنت تسألين عن الرسم؟ إيه أستاذ عن الرسم، على رسمته. يعني الرسم شلون رسمته؟ انت قلت من الصفر
المركز واحد وعلى اثنين. ليش على اثنين؟ اوكي 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 ولا يهمك. هسه انت هسه انت شو اسمك بابا؟ نور الطاب. نور. هسه اذا اقول لك رسمي لي هاي المعادله شلون ترسميها، او خمسه، خلينا نقول خمسه، شلون ترسميها؟ تقولين دكتور هاي بما انه زد درجه اولى هنا، يعني اس 1 يعني باور 1، وهنا عندي موديول ايكوال 5 هو عباره عن سيركل. طيب المركز مالها شنو؟ المركز مالها زد ايكوال 3. تجين تحسبين 1 2 3 تقولين هذا المركز. نصف القطر مالها ايش قد؟ 5. فاذا هذا 3 يبدي من ناقص 2 وينتهي ب 8، وارسمها للدائره هالشكل. واضح؟ وهذا شرحت لكم اياه بالمحاضره السابقه، بل يعني شلون نسوي برزنتيشن للزد بالكومبلكس بلين. اوكي طيب سوري، نيجي على الفرع الثاني. الفرع الثاني خلينا نسويه بالاسود، بي نفس المعادله زد سكوير بلس 1 اوفر زد ماينس 1 زد بلس 1. هالمره عندنا زد بلس 1 ايكوال 1، يعني شنو معناته هذا؟ هذا دائره الراديوس مالها 1، المركز مالها ماينس 1، هنا ماينس 1، فراح تكون هاي الدائره. اوكي طيب ياهو من هذول البول داخل هذا البول اللي هو ماينس 1، لان زد بلس 1 ايكوال 0 فور زد 0 ايكوال ماينس 1، اذا داخل الدائره. اذا هنا راح اختار اف زد زد سكوير بلس 1 اوفر زد ماينس 1. اوكي واف ماينس 1 هنا ايش راح تساوي لي؟ اللي هو زد 0، هذا زد 0 تساوي لي 2 على هاي القيمة ماينس 1 ماينس 2 يعني ماينس 2. إذن I مباشر 2 باي I مضروب ناقص 2، وهذا يساوي لي ماينس 4 سوري 1 يساوي لي ماينس 2 باي I. انتهى السؤال فرع البي. أحد منكم عنده سؤال؟ دكتور بس هو مطلع ماينس 1 ما منطينا إياها؟ اي واحد يعني بس موجب. احنا عندي هذا البول الاول منطينا اياه، شو ما منطينا اياه؟ هذا الاول وهذا الثاني. من حللنا احنا مو عندنا زد سكوير ماينس 1، حللنا صار عندنا هالشكل. اوكي منا نعرف الزد زيرو، يعني السؤال تبو طلاب، السؤال هو ما منطيكم إياه زد زيرو مباشر، منطيكم المعادلة هالشكل، منطيكم إياه للمعادلة هذا زد سكوير بلس 1 أوفر زد سكوير ماينس 1. فإحنا حللنا للمقام فشفنا انه حسب الباث اوف انتجريشن بالنسبه للاي والبي، مره راح يكون الزد زيرو هذا ومره راح يكون الزد زيرو هذا. من يكون هذا راح يكون زد زيرو يساوي لي 1، من يكون هذا راح يكون زد زيرو يساوي لي ماينس 1. واضح الفكره؟ يعني مره بالانسايد مره بالاوتسايد. لا 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 العفو، هو دائما اكو الانسايد واحد. احنا اذا ما اكو انسايد اي واحد نقول مباشر يساوي صفر، ولكن هو بالحالتين كان مره كان هذا انسايد ومره كان هذا انسايد. هو هنا الكوشي انتجرال فورمولا دائما عندنا بول واحد انسايد، بول واحد، ما اخذنا تو بول بالامثله مالتنا تو بول. فمره راح يكون عندي هذا ومره راح يكون عندي هذا، ولا مره عندي بدون بول انسايد. لو ما موجود البول انسايد
إيه كان قلنا يساوي صفر. يعني هسه لو أخذ هاي المعادلة أقول plus 5 equal 1 هذا الباث راح الثنين يكونن أوتسايد مباشرة أقول يساوي صفر. ولكن هنا عندي A و B، مرة كان Z0 يساوي لي 1، مرة Z0 يساوي لي minus 1. فمن يكون مثلا Z0 equal minus 1 اختار هذا كFZ، يعني FZ متغيرة حسب الباث اوف انتجريشن. واضح الفكرة؟ واضح بابا؟ ما تجاوبوني شنو واضح؟ ممتاز. يعني FZ هي مو ثابتة، FZ متغيرة تبعا للباث اوف انتجريشن، للباث اوف انتجريشن. مثل ما شفنا مرة، يعني هو السؤال كان هالشكل، Z سكوير بلس 1 أوفر Z ماينس 1 Z بلس 1 DZ. فشفنا إنه في حالة الباث Z ماينس 1 إيكوال 0، شفنا FZ إيش ساوت لنا هنا، Z سكوير بلس 1 أوفر Z بلس 1. من كان الباث Z plus 1 equal 0 هنا FZ صارت Z square plus 1 over Z minus 1. يعني FZ تغيرت حسب الباث of integration. واضح الفكرة؟ هاي احنا نفرضها الFZ مو ثابتة، احنا نفرضها حتى منها تطلع FZ 0، ومن هنا نقول ألقى I مباشر 2 pi I F Z 0 وانتهى الحل. اوكي طيب، هذا لاحظوا هنا موجود عندكم محلول ايضا. شوفوا بالنسبه ل Z equal 1 هذا الباث اوف انتجريشن، وهاي الفانكشن اف زد عوض اف 1 تطلع هذا القيمه، واي يساوي هذا. في حالة عندي هذا الباث راح تكون هاي اف زد عوض ماينس 1 اللي هو زد 0 يطلع عندي ماينس 1، فراح يكون هذا الحل. واضح؟ واضح طلبة؟ واضح دكتور. اوكي طيب، هذا السؤال الكوساين راح اشرح لكم اياها هسه، بس ما راح اكتب لكم اياها على الوايت بورد لان ياخذ وقت، فاشرح لكم اياها، واذا عندكم مشكله بي اسوي لكم مثل السؤال السابق، اسجل لكم فيديو بعد المحاضره وارفع لكم اياه على الموقع مالتكم تتفرجون عليه، فيديو مفصل ويعني 10 دقائق ربع ساعه. عموما هو ايفالويت اي انتجرال كوساين زد على زد ماينس باي I كله سكوير. طيب هذا سكوير معناته شنو؟ عندي دبل بول يعني، لأن أس 2 سكوير. وهذا السي هو Z minus pi I equal to، معناته راح تكون دائرة مركزها pi I يعني راح يكون هنا على الإيماجينري أكسس، ونصف القطر الراديوس 2. طيب Z0 equal pi I، عندنا FZ راح اختار كوساين Z اعوض بال pi I، لانه لازم اني اسوي هنا الديريفيتيف مالتها اللي هو ماينس ساين Z، فعوض Z pi I القيمة ما Z0 يساوي لساين pi I، وهاي نعرف اخذتوها ويا دكتور نسيم بالمحاضرة الاولى بال special function ساين pi I equal minus i sin hyperbolic pi، فبس عوضة يطلع على i مالتي. اوكي واضح هذا السؤال؟ تطبيق يعني تطبيق مباشر. واضح هذا السؤال؟ واضح هذا الموضوع؟ لو تريدون سؤال اخر انطيكم.
سؤال أنطيكم سؤال. لاحظوا رح نرتجل سؤال ارتجالي. خلنا نرتجل سؤال. بس ركزوا وياي رجاءً. خلنا نرتجلنا سؤال نقول I نريد نحسب I equal integral مغلق C ال Z 3 over Z minus 3 square. Okay. dz if c شو تساوي لي؟ تساوي لي z minus 2 equal 2. طب اول solution اول ما اسوي ابدي ارسم الباث اوف انتجريشن. الباث اوف انتجريشن ايش راح يكون؟ لاحظوا اني ارسمه مو طبعا مو عدل الرسم بس يعني تدرون هذا ايباد مو دائرة دائرة المركز مالها وين؟ Z equal 2 يعني هنا هذا 2. ايش قد نصف القطر؟ 2. اذا راح يبدي من 4 الى 0 هاي الدائرة. واضح؟ واضح شلون رسمت يا طلاب؟ هاي الدائرة. دائرة مو مرتبة بس دائرة. زين. هنا Z0 Z minus 3 equal 0 يعني Z0 equal 3 داخل الدائرة لو خارجها هذا داخل الدائرة inside. من inside إذا نطبق القانون ببساطة راح يكون القانون خلنا نسوي بالأسود شو يقول I equal 2 pi I. طيب F Z لو F dash F داش ليش؟ لأنه أس اثنين. عندنا اثنين. أوكي. طيب هو F Z بالأساس شنو F Z؟ F Z كل الموجود هنا باستثناء اللي يصفر لي المقام يعني Z power 3 يعني F داش Z شو تساوي لي 3 Z square. طيب F داش Z zero شو تساوي Z zero عرفها ثلاثة تساوي ثلاثة. في 3 سكوير يعني 3 أس 3 3 أس 3 إيش قيد 27 صحيح؟ إذن I راح يساوي 2 باي I مضروب ب 27 هذا الناتج. واضح هذا السؤال؟ هذا التعويض هنا تعويض هذا زد 0 equal 3 عوضنا 3 عوضنا هذا بس زد عوضنا اوكي لانه هذا زد 0 ماشي اوكي اذا انتهينا من هذا الموضوع نروح الموضوع اخر دكتور يعني ناخذ كل الفانكشن ما عدا اللي تساوي لنا المقام صفر عافيه هذا الاف زد ناخذ كل الفانكشن ما عدا اللي صفر لي المقام وبعدين نشتقها وبعدين نشتقها عافيه ممتاز هذا نشتقها اذا 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 المقام بي سكوير اذا ما بي سكوير ما بي يعني فقط مثلا زد ناقص واحد هنا بالحاله ما نشتق لانه هذا يسموه سمبل بول يعني بول أس واحد بس إذا عندي هالشكل مثلا هذا يسموه دبل يعني بل احنا بالعربي نقول دبل ليش لأنه أس اثنين واضح دكتور طيب انتو طلاب طبعا يعني ما ممكن انه بالأونلاين وكلكم تفهمون كل الأسئلة فلذلك عفي على زملائكم يسألون لأنه هذا يخليكم تفتهمون يعني كثير من الأمور وبعدين إن شاء الله اللي عنده مشكلة بالفهم بعض المواد يراجع المحاضرة الفيديو ومن الفيديو راح يفتهم وإذا عنده مشكلة بالمحاضرة القادمة يعني دائما
إذا أني وإذا دكتور نسيم يسألنا وإحنا إن شاء الله نجاوب. لورنت سيريز طلاب، هسا أنتوا تقريبا اكتمل عددكم، شريد منكم، أريد طلاب كلكم اللي ما كتب اسمه يكتب اسمه بالشات حتى سجل غياب هذا الشات. تشوفون مثلا عبير مردان، الطلاب اللي ما سجلوا اسمائهم يسجلون اسمائهم الآن، وكل ساعة يكررون تسجيل الأسماء. لا عبير ما يحتاج هسا، أنت عبير 48 للعشرة يلا تسجلين مرة ثانية، أوكي؟ ما حاجة تكررون مصطفى، فقط اللي ما مسجلين اللي ينضموا علينا متأخرين. طيب طيب طلاب، هذا خلصنا منه هذا المحاضرة. لورانت سيري، لورانت سيري حقيقة هي أنا ما أريد أتشعب بها لأنه صعبة، ولكن فقط راح أبين لكم موضوع بها مهم، فراح أشرح لكم إياها كلها وأقول لكم شنو المهم بها، ونشوف إنه بالسكشن الجاي أهميتها وين راح تكون، بس ما راح ندخل بها بالتفاصيل. لورانت سيري ونوع من أنواع السيريز، أنتوا بالرياضيات أخذتوا على ما أعتقد تايلور سيري وماك لوران سيري، تتذكروها لو ما تتذكروها؟ أخذنا العام بالتحليلات، أخذتوا الماك لوران والتايلور مو صحيح؟ نعم. الماك لوران هي لما تايلور هي جنرال أت أي وماك لوران أت أي إيكوال زيرو. أوكي اللوران سيريز شنو معناتها؟ لوران سيريز is used to develop a complex function fz. اذا fz سوى له development نكتبه على شكل series in a negative and positive power of z minus z0. اذا z0 هو فد رقم، z0 فد شيء رقم complex، فاني اسوي fz development تكون بدلاله z minus z0 positive. positive باعوا هذا البوزيتيف باور ونيجاتيف باور. نيجاتيف باور شنو يعني بالمقام بالدينومينيتر، هذا نيجاتيف باور، اذا بوزيتيف باور ونيجاتيف باور. طيب هذا هي اللورنت سيري، عندي فانكشن اف زد اسوي لها ديفلوبمنت بدلاله زد ماينص زد زيرو بوزيتيف باور ونيجاتيف باور. اف اور وين اف زد هاز ا سنجولار بوينت بول at z0، يعني اذا كانت fz بها singular point pole at z0، يعني fz شكلها هالشكل so something هنا divided by z minus z0، طبعا ممكن يكون simple او multiple pole. عموما اذا عندي singular point يعني pole ل fz اقدر اسوي له development هالشكل. هذا البروف مالته شلون؟ راح واحد يجي يقول لي دكتور احنا من عندنا z0 inside the path of integration راح يصير عندي مشكلة لأنه راح يكون الناتج معقد. أقول له صحيح، ولكن هنا البروف مالته وما راح ندخل به بالتفاصيل، راح ناخذ دائرة مركزها z0 دائرتين، فإذا دائرتين لحظة بهذا المجال هنا تكون analytical function مالتي، لأنه بين هذا المكان وهذا المكان هي analytic، ونبدأ نزغر بC1 على أن نقدر نكتب السيري at the limit. عموما أنا شي يهمني بهذا الكلام، شي يهمني بهذا الكلام، قلت لكم أكو فد شي مهم راح أشرح لكم عليه، هذا اللي يهمنا إحنا بهذا الكلام. اول شيء راح نعطيكم مسائل شلون تسوون ديفلوبمنت لللورانت سيري، راح تشوفون انه صعبه مرتبطه بالتايلور سيري هي. وبعدين من يطلع عندي هذا الفورم، تشوفون هذا البي 1 هو هذا اهم نقطه، البي 1 اللي هو الترم الكونستانت، يعني هذا رقم اللي ناخذه من الترم اوف زد ماينس زد زيرو بالدينومينيتر بالمقام، هذا ان يكون ما مهمات، ما مهم غير عندي هذا البي 1.
هذا البي 1 الرقم يمثل لي يسموه ريزيديو اوف اف زد زد 0 ريزيديو اوف اف زد. اوكي كل الصعب انه تفهموا، خلي اشرح لكم اياه نقطه نقطه. اكو فج اسمه ريزيديو، هذا اليوم راح تاخذوه بعده سكشن، يعني ورا هذا السكشن راح تشوفون كل حكينا راح يكون ان الريزيديو ثيوريم. الريزيديو منو منكم يعرف كلمه ريزيديو شنو باللغه العربيه؟ الريزيديو باللغه العربيه ما اعتقد تعرفوها، هو المتبقي. المتبقي يعني شلون انت جاي تشرب مثلا قدح من مثلا الماء، يبقى شويه ماء داخل القدح، شنو نقول؟ نقول هذا الريزيديو. او انت مثلا حاط على المكتب مالتك مثلا خلينا نقول فد قطعه من الخبز تاكلها فتبقت شويه، نقول هذا الريزيديو المتبقي. وهذا مهم جدا بل كومبلكس نمبر. طيب شنو علاقه الريزيديو بل لورانت سيري؟ اذا انا عندي اف زد FZ analytic path معين أو analytic ما عدا بنقطة Z0، ما عدا بنقطة Z0، وأقدر أكتب FZ على شكل دقيقة شو أني الآيباد مالتي قامت شوية فلحظة واحدة أعتقد لازم أسده لهذا وأفتحه مرة ثانية. اوكي الساعة اشتغلت تمام. اذا اني اذا عندي FZ analytic accept يعني باستثناء Z0 اللي هي pole يعني تصفر لي مقام، واقدر اني اكتب بس خلي I have to clean out the white table whiteboard. خلي أدخل شوية أكبرها. أوكي إذن إذا أنا عندي FZ analytic accept يعني Z0 طبعا Z0 is pole، وأقدر أكتب FZ باللورانت سيري باللورانت أقدر أكتبها على شكل A0 plus A1 مضروبة بZ ناقص Z0 plus A2 Z ناقصا Z0 سكوير لاحظ 2 2 plus تستمر هاي العملية إلى ما لا نهاية Z minus Z zero power n وتستمر. وأيضا عندي B zero or B one، ما عندي B zero طبعا لأن B zero نفس B one. خلاص سوي بالأحمر هذا النيجاتيف يسموه B one على Z minus Z zero plus B two over Z minus Z zero سكوير ويستمر إلى BN over Z minus Z zero N ويستمر إلى ما لا نهاية. هذا يسموه development of FZ باستخدام اللورانت سيري. طيب شنو هذا المهم بي؟ ليش مهم شغلنا؟ تبوا علي، كل هذا مو مهم، ال A1 A0 A2 كلها ما مهمة، فقط عندي هذا الرقم B1. B1 يساوي لي الريزيديو. طيب شنو فايدة الريزيديو؟ راح تشوفون بعد قليل بالجزء الثاني من المحاضرة شنو الفائدة مال الريزيديو. واضح الفكرة؟ ورا ما أسوي FZ development الB1 اللي هو الرقم اللي مقسم على Z-Z0 أوكي
هو هذا نسميه احنا الريزيديو. طيب كيف how to find لورنت سيري، شلون اني احسب لورنت سيري؟ لاحظوا هنا معطيكم امثله، مثلا يقول لكم انطوني اللورنت سيري of the equation exponential z over z minus 1 square. طيب خلي انحل هالهاي. انا اليوم بس راح اسوي لكم بريك واحد لانه عندي محاضرة بال 11 ونص مهمة، فنسوي بريك واحد شوية أبا ربع ساعة. طيب عندي هنا function fz equal exponential z over z minus 1. أريد اللورنت سيري مالتها. اوكي طبعا هنا احنا راح نعلمكم طرق اخرى شلون نختصر شلون نوجد الريزيديو، ولكن احنا هذا موضوع من ضمن البرنامج مالكم فمنطيكم عليه مثالين وان شاء الله مو صعب، يعني اللي يفتهمه يفتهمه واللي ما يفتهمه يعني فقط اذا كان عندنا ديفلوبمنت باللورنت سيري شلون يطلع منه الريزيديو، لأنه هو شوية معقد ورح نعطيكم إحنا أمثلة أبسط لإيجاد الريزيديو أو طرق أبسط. لحظة هنا شلون ينحل؟ أنا هنا عندي Z minus 1، أفرض Z minus 1 equal U فالمتغير، يعني طبعا U مو شرط U ممكن يكون M يعني ما له دخل باليو السابق. إذن Z equal U plus 1، فإف زد راح تكون إف يو إيش راح تساوي لي؟ exponential يو بلاس 1 over يو باور 3. طيب هاي مو تساوي لي هذا، يعني أفصل يو بلاس 1 exponential يو بلاس 1 واليو. طيب إذن تساوي لي هذا، ولكن اني اعرف انه الاكسبونشال شو تساوي بالتايلور سيري، تساوي لي 1 بلس الديفلوبمنت مالته الشهير اللي هو 1 بلس يو بلس يو سكوير اوفر فيكتوريال 2 بلس يو باور 3 اوفر فيكتوريال 3 بلس U4 vectorial 4 plus إلى آخره إلى ما لا نهاية. طيب هسه أدخل exponential اللي عندي، هذا رقم طبعا، هذا الـ E رقم 2 فارز 7 تعرفون، أقسم الـ Y3 على هذا اللي عندي إيش راح يساوي؟ لا الناتج راح يساوي exponential exponential ادخل ال i3 راح ال u3 المقام 1 over y2 لان y u تقسيم u3 يعطيني 1 over u2 1 over vectorial 2 u 1 over vectorial 3 هنا u over vectorial 4 وتستمر. أنا بذولا كلهم شنو اللي يهمني؟ طبعا أرد أعوض، خلينا نرد نعوض مكان يو، احنا فرضنا يو إيكوال زد ماينس 1، إذا أعوضه إيش راح يكون؟ 1 أوفر زد ماينس 1 باور 3 بلس 1 أوفر زد ماينس 1 باور 2 بلس
1 over vectorial 2 z minus 1 plus 1 over vectorial 3 إلى آخره. يا المهم بهذا الحل تبوا علي، هذا المهم فقط إيه هذا الرقم اللي هو مع 1 على z minus z 0 يعني 1 على z minus 1 بهاي الحالة. هذا الرقم شكد 1 over vectorial 2 يعني 1 over 2، وعندي هنا exponential e over vectorial 2 يعني e over 2، هذا نسميه residue. هذا فقط لازم تفهم يعني ورا ما تسوون development تجون على على التيرن اللي او الرقم اللي مقسم على z ناقصا z 0 وتقولون هذا هو الريزيديو. اي سؤال طلاب؟ عندكم سؤال طلاب؟ دكتور بس البدايه اني لازم انطي للورن سيري، هو صعب وهنا فقط تيقول لكم انه اللورن سيري هو نقدر نطلع منه الريزيديو بس. ثقي واعتقدي ما اعتقد راح يجيكم سؤال عليه، لانه هذا راح نعطيكم هسه تشوفين بعد خمس دقائق طرق لايجاد الريزيديو، طرق لايجاد الريزيديو، طرق مختصره مباشره. واضح حوراء؟ اي واضح. فاني راح هنا فقط اشرح لكم هذا السؤال، شرحت لكم اياه، والسؤال الثاني مثلا هذا لاحظوا هنا يريد هذا الـ FZ نطلع نسوي development مال اللورنت سيري. لاحظوا Z 1 over Z sin 1 over Z نعرف هذا development مال من هذا development مال تايلور سيري. من أجي أضربه بـ Z أس 4 راح ينطيني هذا. يا المهم عندي إيه هذا المهم، ليش؟ لأنه هذا هو الريزيديو، الباقي كله أهم له. واضح؟ استاذ نعم تفضل. بالنسبة اكسبونينشال اس يو يعني هاي واي زائد يو زائد نيو تربيع على اثنين فاكتور ثابتة، هذا لا شلون هو هذا مو انا انطيكم اياه، هذا يسموه التايلور سيري ماخذيه انتم العام الماضي، هذا مو أنا اللي أعلمكم عليه، هذا بابا أكو قوانين معروفة لازم أنتوا تعرفوها، هذا مو برنامجكم الحالي اللي هو خلا أذكرك عليه. هسه تقول لي إيه ذكرت دكتور دقيقة جزء قسم الطلبين يتذكروا بعض، مثلا عندك exponential u يساوي 1 زائد u زائد u square over 2 plus u 3 إلى ما لا نهاية. مثلا ساين يو شو تساوي؟ تساوي ليو ماينس يو 3 فكتوريال 3 بلس يو 5 فكتوريال 5 ماينس يو 7 فكتوريال 7، هاي يسموها تايلور. كوساين اكس شو تساوي؟ 1 ماينس اكس سكوير بلس اكس 4 إلى آخره. مثلا لين 1 بلس x تساوي x بلس كذا بلس كذا، هذا يساوي 1 على x بلس 1 او ماينس 1، هذا يسموه التايلور سيري انتم ماخذيه العام الماضي. فرجاء لا تاخرونا على هذا الموضوع لان هو هذا الموضوع مو مهم، راح ناخذ هنا الريزيديو ثيوريم ومنها ناخذ شلون الطرق لايجاد الريزيديو، راح تشوفون اكو طرق ابسط من اللورنسي. اوكي واضح؟ اوكي استاذ اوكي واضح. طيب اللي يريد يراجع هاي اللورنت سيري يروح على التايلور سيري، موجوده عندكم حتى بالانترنت موجوده، ينطيكم هاي الفورم هذا شلون نطلع على هاي القيم. هذا درس كامل يراد له 8 ساعات حتى نعلمكم شلون نطلع على هذا القيم، عموما احنا نعتبرها معروفه لديكم. عموما طلاب هسه احنا يعني خلي نستمر 10 دقائق النوب ونتوقف بريك شويه طويل ربع ساعه. اوكي
المادة الحالية راح نعطيكم هنا فقط ثيوري، فقط ثيوري الريزيديو انتجريشن ثيورم. حقيقة هو ما شرحه هنا، خلي أني أشرحه بشرحه بالسكشن اللي بعده. بقى هسه احنا انتجرال فورمولا اللي شفناه قبل شوية، بقانون بقانون كاوتشي انتجرال فورمولا إذا تذكرون كان أدنى، بس أقربها حتى يكون واضح عليكم، بالقانون اللي شفناه قبل شوية قانون كاوتشي انتجرال فورمولا، قلنا إذا أدنى انتجرال مغلق على C الـ F Z divided by Z minus Z zero dz شتساوي 2 باي اي اف زد. هذا فقط يشتغل اذا انا عندي بول واحد، عندي 1 بول، 1 بول اللي هو زد زيرو، ما يصير عندي 2 بول بنفس الوقت داخل نفس الباث. نعم ممكن يكون عندي 2 بول ولكن واحد بباث معين وواحد على باث معين، مثل المثال اللي شفناه اللي كان في Z plus 1 Z minus 1، ولكن شفنا انه هذا مرة يكون بول وهذا مرة يكون، بس اثنين نسوية ما حلينا هيك سؤال. هسه في قانون اقوى قانون موجود، هو بل نقدر نقول القانون الاقوى في الكومبلكس نمبر اللي هو اسمه الريزيديو انتجرال ميثود. شو يقول بالريزيديو انتجرال ميثود؟ يقول اذا انا عندي path of integration C وعندي FZ وهاي FZ analytic باستثناء عدة poles، واحد سمينا 0 Z1 وواحد Z2 وZ3، هذين كلهم pole Z4 وZ5. لاحظوا شقد ممكن يكون N pole، المهم بي بول كثير. أوكي. إذا أني أريد أعرف ما هي نتيجة F Z D Z، فهي ببساطة هذا C، أوكي؟ فهي ببساطة 2 باي I السم مال الريزيديو إلى البول زد اي. يعني ايش راح اسوي؟ راح اجي اطلع الريزيديو الخاص بزد 1 والريزيديو الخاص بزد 2 زد 3 زد 4 زد 5 الى اخره، اجمعهم واضربهم ب 2 باي اي، هو هذا الناتج مال الانتجرال. طيب السؤال هنا how to find residue، شلون نلقى residue؟ هسه راح نعلمكم على طريقة إيجاد residue. واضح طلاب هسه هذا الشرح مالتي لو ما واضح؟ هذا قلنا هنا فقط في حالة عندي واحد بول كانت تشتغل هاي الكاوتشي ثيوريم. هسه هنا residue ثيوريم تشتغل في حالة أي عدد من الريزيديو داخل C بنفس الوقت. أنا أسأل عن الفكرة، واضحة الفكرة طلاب؟ لو ما واضحة راح أكتب 2 باي آي وأضربها بالمجموعة الريزيديو. طيب هنا شلون راح نلقى الريزيديو؟ هذا راح أنطيكم إياه هسا وتشوفون هي طريقة كلش حلوة وكلش بسيطة. طبعا اللي توي شرحت لكم اياه باللورنت سيري كان طريقه لايجاد الريزيديو، ولكن طريقه معقده. اللي راح نشوفه هسه طريقه مختصر
واضح؟ إذن أنتم كلكم لازم طلاب تخلون ببالكم هذا القانون، القانون الذهبي اللي يقول، تفهمون مو بس تخلوا ببالكم، إنه إذا عندي path of integration وعندي fz، إذا عندي أعيدها، عندي path of integration c وعندي fz with pole، poles لاحظوا poles هنا z1 z2 إلى zn، يعني ما حدد هاي البولات، عدد كبير جدا. فالانتجرال مالت اف زد على هذا المغلق سي شي يساوي لي 2 باي اي السميشن مال الريزيديو، الريزيديو مال البول. طيب السؤال قلنا اللي يسأل نفسه ويطرح نفسه هنا، شلون نلقى الريزيديو؟ هاي راح نعلمكم عليها هسه. الريزيديو كل نقطة لها ريزيديو، وبعدين نجمع. أريد أكون متأكد أنه فهمتوا هذا المبدأ، أنه function analytic ما عدا بعدد معين البول، ذن البول النقاط داخل كلهن داخل سي، كلهن داخل سي. أوكي يلا طلابك، واحد منكم عنده سؤال على هذا القانون؟ اسمع منكم طلاب. سلمك سؤال. واضح ممتاز. خلينا نروح شلون نلقى الريزيديو مباشر. هذا كلام هنا يقول the purpose of كوشي. طبعا هذا كوشي عالم اشتغل كثير على الكومبلكس نمبر. استاذ سجل المحاضره. نعم استاذ سجل المحاضره. جاي سجل انت، لازم هسه جيت متاخر. من اللي سأل العفو على تسجيل المحاضرة؟ نعم أستاذ. اي مو احنا سجلناها، بس انت ظاهر انضميت لنا متأخر. عموما تمام أستاذ، شكرا. ألو. The purpose of كوتشي، هذا كوتشي قلت لكم عالم اشتغل على الكومبلكس نمبر كثيرا، فلذلك نشوف دائما كوتشي فورمولا، كوتشي انتجرال، كوتشي ريزيديو انتجريشن. هاي القانون اسمه الكوتشي كوتشي ريزيديو انتجرال كوتشي ريزيديو انتجريشن ميثود is the evaluation of the integral fz dz على c مغلق where c is a simple closed curve fz is a complex function has one or more. شوفوا هنا المهمة one or more، يعني ممكن يكون أكثر من one singular point. singular point بقصد بيها poles. okay formula for finding residue. formula for finding residue. هنا راح أتوقف، أعطيكم نوقف المحاضرة.